الدكتور هلال الشربيني وزير التعليم التربية والتعليم قال إنه أن تصميمات المدارس المصرية اليابانية التي ستنشأ في مصر ستلتزم بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها من الجانب الياباني. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور سفير دولة اليابان بمصر إن الفصل فيها سيضم 40 طالبا وأنها مدارس حكومية وليست خاصة، وكانت وزارة التربية والتعليم قد اتخذت عدة خطوات لتفعيل الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم بمصر ومتابعة التعاون المصري الياباني من خلال تنفيذ مشروع إنشاء المدارس على النموذج الياباني تحقيقا لجودة التعليم بما يوافق النظم العالمية. السريع عن المشروع اللي احنا بنشتغل فيه، هو الحقيقة في إطار نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدولة اليابان، تم توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال التعليم من خلال الشراكة المصرية اليابانية بالتعليم. تم الاتفاق على إجراء الإصلاح الشامل لقطاع التعليم العام والمعروف من خلال مشروع الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، بيتضمن جوهر الأسلوب التعليمي والإدارة المدرسية في اليابان ليتم تطبيقه في مصر بناء على الخبرة اليابانية في التعليم والمعروفة باسم التوكاتسو. التوكاتسو هو عبارة عن العمل الجماعي بين الطلاب من خلال الأنشطة الممتعة، مما يعزز من قدرات الطفل ويختلف حسب كل سنة دراسية. وهناك 4 فوائد أساسية لتطبيق هذا النظام بتتمثل في الحد من التمييز داخل المدرسة من خلال التعاون في حل المشكلات، تحسين المستوى الدراسي للطفل والحصول على علاقات حسنة بين الأطفال، الاهتمام بمرامج التنمية البشرية والتي من شأنها النهوض بالمجتمع، زيادة احترام الذات والثقة بالنفس، وهي ما أثبتته التجارب قبل وبعد تطبيق الأنشطة الخاصة بهذا النظام في مدارس التجربة اللي اتعملت الأول في مدرستين ثم في 12 مدرسة احنا بنطبق فيهم حاليا. كانت تجربة الأول أولية ثم تجربة استطلاعية حاليا. خطة العمل اللي بنشتغل فيها دلوقتي في تنفيذ الاتفاقية بتتمثل في ان الاتفاقية بتنص على ان تقوم الحكومة المصرية بترشيح بعض المدارس القائمة بالفعل بالإضافة لبناء مدارس جديدة تكون مدارس نموذجية يتم تطبيق الاسلوب التعليمي الياباني بها وتسمى بالمدرسة المصرية اليابانية. تم بدء العمل في تجربة أولية في مدرستين سنة 2015-2016، وتم بدء العمل السنة دي بتجربة استطلاعية في 12 مدرسة تعليم أساسي قائمة بالفعل، على أن يتم التوسع في التجربة تدريجيا ما بين مدارس قائمة وبناء مدارس جديدة. سيتم بناء ما بين 3 إلى 8 مدارس جديدة في كل محافظة، بدء من العام الدراسي الحالي اللي احنا موجودين فيه 17-18 بإجمالي 45 مدرسة، وهنتوسع أيضا في المدارس لتصل في سنة 18-19 إلى 100 مدرسة جديدة تحت مسمى المدرسة المصرية اليابانية. سوف يصل عدد المدارس القائمة اللي بتطبق نظام التوكاتسو بنهاية عام 18-19 إلى عدد 100 مدرسة من المدارس القائمة، بالإضافة ل 12 مدرسة اللي احنا بنطبق فيهم دلوقتي، يبقى بنتكلم في العام القادم إن شاء الله يبقى عندنا العدد ده سواء من المدارس القائمة أو من المدارس اللي هتبنى جديد. نتائج تطبيق التجربة اليابانية اللي هي أنشطة التوكاتسو دي الحقيقة بتتمثل في تغيير بعض سلوكيات الطلبة في مدى تطبيق نظام التوكاتسو بالصورة اللي هقولها لحضراتكم دي. اكتساب الطلاب سلوكيات القيادة وتحمل المسؤولية وتقبل الاختلاف في الرأي والالتزام برأي الأغلبية والتعاون بين الطلاب. اكتساب الطلاب سلوكيات وقيم احترام حقوق الآخرين، قيام التلاميذ بمساعدة المشرفين خلال وأثناء تغيير الحصص الدراسية، تنامي احترام الوقت لدى التلاميذ بالمرحلة الابتدائية، تخصيص 5 دقائق نظافة أثناء الفسحة بيشترك فيها جميع العاملين بالمدرسة من مدير ومدرسين وطلاب، وتقسيم التلاميذ بالفصول إلى مجموعات عمل للنظافة على أن يكون لكل مجموعة قائد، وتتكون المجموعة من عدد 5 أفراد على الأقل للاشتراك في نظافة الفصل بالتناوب بينهم. الإطار اللي احنا بنتعاون فيه ده بيشمل تدريب 550 معلم في اليابان بخلاف التدريب داخل الوطن، وتقديم منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في التربية في مجال المشروع، وإعداد دليل بيشمل أكثر من 200 نشاط عن كيفية تطبيق التوكاتسو وتعديل اليوم الدراسي ليتضمن أنشطة المشروع.
وتفعيل التدريب بين المعلمين داخل المدرسة. فيما يتعلق بالتعليم الفني، تم التوافق بصفة نهائية على مكونات المشروع فيما يخص 3 مدارس في بورسعيد. 2 بيرتبطوا ببرنامج تعليم مزدوج مع مصنع سوميتو، وترتبط الثالثة مع ذات المصنع ببرنامج تدريب للطلاب لمدة 2 أسبوع في السنة والمدرسين أيضا. كمان تم توقيع رسميا على التوافقات التي تم التوصل إليها من خلال الاجتماعات المتعاقبة في هذا الموضوع فيما يتعلق بالتعليم الفني، ومستقبلا أيضا إنشاء مدرسة العربي تشيب على النظام الياباني كمدرسة فنية داخل مصنع إويسنا، ده في سنة 18-19 وجاري العمل بها حاليا، ومدرسة تعليم مزدوج جديدة في 17-18 أيضا بين مدرسة العبور الصناعية ومصنع يونيت شارم للمنتجات الصحية وجاري العمل بها أيضا. ده تقريبا فكرة سريعة عن المشروع التعاون اللي بيننا وبين دولة اليابان.